أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصور الفوتوغرافية من أجل الذكرى؟ لا يجوز، لا يجوز اقتناء الصور من أجل الذكريات، هذا حرام. والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها. إنما الصور الضرورية التي يضطر الإنسان إليها هذه لا بأس، بالضرورة، مثل التي يحتاجها الإنسان في الرخصة أو في البطاقة أو الشخصية أو في جواز السفر، هذه أمور ضرورية أصبحت، هذه يرخص فيها. أما اقتناء الصور للذكريات هذا لا يجوز أبداً، يجب إتلافها. نعم.